حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن استراتيجية مصر الزراعية، استراتيجية بننفذها بقالنا حوالي 9 سنين، وهدفنا تحقيق الأمن الغذائي المصري، ده في المقام الأول. استراتيجية عملاقة بالفعل، ويكفي أن أهم أهداف هذه الاستراتيجية هي زراعة 4 ملايين فدان. لغاية النهاردة قدرنا نزرع حوالي 2 مليون فدان، وما زالت أعمال الاستصلاح والاستزراع مستمرة. وكفاية أن أذكر لحضراتكم أن هذه المساحات 2 مليون فدان أنتجنا منها ما يقرب من 30 مليون طن من المحاصيل الاستراتيجية. المساحات دي ضخمة بالفعل، واستثماراتها بمليارات الجنيهات. وكفاية أن أذكر لحضراتكم أن مصر على مدى 30 سنة ما قدرتش تزرع أكتر من 2 مليون فدان. إحنا في حوالي 9 سنين زرعنا 2 مليون إضافية، وكمان بنتوسع للوصول إلى 4 ملايين فدان. أنا عايز أتكلم مع حضراتكم عن بعض المشروعات اللي تضمنتها استراتيجية مصر للقطاع الزراعي، وكيف نجحت في تنفيذها والنهوض بهذا القطاع الهام، ده قطاع الأمن الغذائي المصري. أول هذه المشروعات زي ما قلت لحضراتكم زراعة 4 ملايين فدان، أهمها مشروع تشكى الخير بمساحة 1,100,000 فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق اللي مساحته مهولة بالفعل وتتجاوز 2,200,000 فدان. طبعا ضمن هذا المشروع في مشروع مستقبل مصر، وده واحد من أهم المشروعات الزراعية حاليا، ده بخلاف مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456,000 فدان. كمان نفذنا عدد كبير جدا من مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة، سواء بالمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر، مع الاتجاه لترشيد استخدام المياه من خلال تطبيق نظم الري الحديثة. ومرة تانية كلها مشروعات كلفت الدولة مليارات الجنيهات. كمان لازم ما ننساش مشروعات التوسع الرأسي في مختلف المحاصيل المصرية. احنا مش بنتوسع افقيا فقط في زراعة المحاصيل، ولكن عندنا برامج لتحسين الانتاجية ورفعها بصورة كبيرة جدا، وابرزها المشروع القومي لانتاج التقاوي، مشروع هام جدا، وانتج ما يقرب من 24 هجن معتمدة من الخضر المصرية. ده مشروع شديد الأهمية، لأن مصر باختصار شديد جدا كانت بتعتمد على استيراد 97% من احتياجاتها من تقاوي الخضر. كل الكلام ده بيتراجع بشكل كبير جدا. كمان ما ننساش مشروع الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية. هذا المشروع تحديدا كان وش الخير على كل المزارعين. أنا بزرع وأنا مطمن وعارف قيمة المحصول اللي أنا بزرعه. كلها مشروعات شديدة الأهمية داخل استراتيجية مصر الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي. الكل يعمل ويجتهد حتى يمكن تحقيق الأمن الغذائي المصري. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.